أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي المحلل السياسي الدكتور عبد الله سعود المطيري. حياك الله معنا في ماشية الخميس. حياك الله أخوي سعود. الله يحييك. وأيضا ينضم إلينا بالاستوديو مشاهدينا رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، حياك الله معنا. يا هلا، حياكم الله. إذا مشاهدينا نبدأ جولتنا من الصحافة المحلية وبالتحديد من صحيفة الأنباء، وهذا المانشيت: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم، إجراءات وقائية واحترازية من دلتا لحصر الإصابات في أضيق الحدود واستعجال وصول اللقاحات والتزام الجميع بالضوابط الصحية، تطعيم 80% يقضي على كورونا وتحوراته. وعنوان آخر في صحيفة القبس: لجنة طوارئ كورونا توافق على إصدار فيز دخول الكوادر الطبية والتمريضية للقطاع الخاص. نتحول إلى صحيفة السياسة وهذا العنوان: الصحة، الوضع تحت السيطرة، والوزارة نفت صحة الأرقام التي تداولتها وسائل التواصل حول إصابات المتحور الهندي. الخليجي: اليقظة والحذر للحفاظ على أمن دولنا واستقرارها. تحت هذا العنوان تناولت صحيفة الصباح تأكيد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن التحديات التي تواجه المنطقة تلقي بظلالها على مسيرة التعاون الخليجي وتتطلب اليقظة والحذر والعمل الجاد والتعاون الدائم للمحافظة على أمن دولنا واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها العليا وحماية إنجازاتها ومكتسبات مواطنيها. وفي السياق ذاته أشارت صحيفة الوسط إلى دعوة المجلس الوزاري الخليجي للأمم المتحدة والعراق إلى بذل أقصى جهد في قضية الأسرى الكويتيين والأرشيف الوطني. نقف عند هذا الخبر دكتور عبد الله، ما أهمية هذا الاجتماع برأيك في ظل الظروف الراهنة، وما هي أبرز الخطوط العريضة التي قرأتها من هذا الاجتماع؟ نعم، حقيقة أخوي سعود الاجتماع مثل ما تفضلت يأتي في ظروف راهنة وتحديات في المنطقة حقيقة، سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى صحية، خاصة بعد ما عمل فيروس كورونا عمل حقيقة في العالم، وطبعا أثر بشكل كبير على سياسات كثير من الدول، ولذلك مجلس التعاون وخاصة اللجنة الوزارية الأخيرة في اجتماعها يعني تكلمت وحددت الأمور حقيقة المهمة التي تهم دول مجلس التعاون تجاه هذه القضايا المصيرية حقيقة، والذي تهم صحة المواطن الخليجي ودول الخليج بشكل رئيسي. ولعل من أهم النقاط حقيقة هي الإشادة بنتائج الاجتماع الأول التنسيقي بين المملكة العربية السعودية والكويت، وحث باقي دول مجلس التعاون على مثل ذلك التنسيق. كذلك تواصل أدانت حقيقة تواصل الهجمات ضد المملكة العربية السعودية واليمن من الحوثيين، وأشادت بنتائج الاجتماع العربي بالدوحة، وكذلك أكدت دعمها حقيقة لمصر والسودان في مباحثاتهم الأخيرة. هذا أبرز ما تم في الاجتماع الوزاري الأخير، الذي حقيقة نتمنى بأن يدوم الرخاء والأمن والصحة على مجلس التعاون ومواطنيه وحكامه بإذن رب العالمين. نعم. أيضا خبر آخر في صحيفة الشهد حول تأكيد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري أن الكويت تؤمن إيمانا كاملا بأهمية دعم القضية الفلسطينية على كل الصعد الإقليمية والدولية وفي مختلف المجالات ومن بينها المجال الإعلامي. جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.
صحيفة الرأي كتبت أن دولة الكويت حققت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تقدم الشباب 2021 الصادر عن مؤسسة سوشيال بروجرس إمبرتيف الأمريكية، ويصنف مؤشر تقدم الشباب لعام 2021 نحو 150 دولة بالكامل و18 دولة أخرى جزئيا، ويضم 58 مؤشرا اجتماعيا وبيئيا، ويغطي سلسلة زمنية مدتها 10 سنوات من 2011 إلى 2020. ونقرأ أيضا في صحيفة الجريدة هذا العنوان: الخطوط الجوية الكويتية تدشن أولى الرحلات التجارية إلى لندن اليوم. الإدارة العامة للطيران المدني دعت للتسجيل في كويت مسافر وشلونك تفاديا للعراقيلة. نتحول إلى صحيفة الكويتية التي تناولت هذا العنوان: سمك الميد يعود إلى موائد المواطنين مع بدء فترة السماح بصيده. مشاهدينا، ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. صورة واحدة غطت الصفحات الرئيسية للصحف العالمية، صورة قمة بايدن بوتين. الغارديان تعنون في هذا السياق: روسيا والولايات المتحدة تعيدان السفراء بعد محادثات بوتين وبايدن. اتفقت روسيا والولايات المتحدة على عودة سفيريهما إلى مناصبيهما في موسكو وواشنطن بعدما وصفه فلاديمير بوتين بمحادثات بناءة للغاية مع جو بايدن في قمة جنيف. وفي حديثه بعد لقائه الرئيس الأمريكي قال بوتين: إن المحادثات جرت دون عداء. قال: بل على العكس. ووصف بايدن بأنه سياسي متوازن وذو خبرة. وأضاف بوتين: لقد أظهر فهما لقيمه الأخلاقية، هذا كله جذاب للغاية. هذا لا يعني أننا نظرنا في عيون أو أرواح بعضنا البعض. علينا أن نمثل بلادنا. العلاقة هي علاقة واقعية. إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن بوتين قوله بعد الاجتماع: إن المحادثات كانت بناءة للغاية، مضيفا أنه وبايدن اتفقا على بدء المشاورات بشأن الأمن السبراني. وكان بايدن قال في وقت سابق إنه من الأفضل دائما أن الالتقاء وجها لوجه، وقلل الجانبان من احتمالات تحسن العلاقات على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أنه يمكن إحراز بعض التقدم بشأن النقاط العالقة مثل الحد من الأسلحة النووية. وإلى صحيفة الأهرام هي الأخرى تناولت تصريحات بوتين بعد القمة، حيث قال إنه يسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الخلافات بين البلدين. وأشار بوتين إلى أن الرئيس بايدن تعهد بتمديد اتفاقية ستارت لمدة 3 سنوات، مؤكدا أن الولايات المتحدة وروسيا عليهما مسؤولية تحقيق الاستقرار الاستراتيجي. وأوضح أنه اتفق على بدء مشاورات مع واشنطن بشأن الهجمات السبرانية، مشيرا إلى أن أكبر عدد للهجمات السبرانية يأتي من الولايات المتحدة. يعني قمة جنيف دكتور كانت الموضوع الأبرز في الإعلام العالمي. على ماذا تدل التصريحات الإيجابية بعد القمة بين الطرفين الأمريكي والروسي؟ حقيقة أخوي سعود، مثل ما تفضلت، العالم كله يعني ينظر إلى هذا الاجتماع وإلى قمة جنيف خاصة بين الرئيسين الأمريكي والروسي. نعم، هناك ملفات شائكة بين الدولتين حقيقة وخلافات مستمرة منذ يعني عرفنا الحكومات المتتالية الأمريكية وكذلك الروسية، وهناك ملفات كثيرة شائكة وخلافات في اتفاقات في ملفات واختلافات في ملفات كثيرة. رأينا قبل القمة في تبادل الاتهامات بين الرئيسين، ولقينا الاتفاق التام والأجواء المريحة والكلام الجميل بين الرئيسين بعد الاجتماع. هذا دل على أنه اتفاق يعني جيد ومريح بين بايدن وبين بوتين خلال القمة في جنيف، واتفاق على كثير من الملفات حقيقة، وعودة السفراء والحياة الدبلوماسية بين البلدين التي تأزمت قبل فترة بسيطة. هذا كله يدل على توافق، ومن حقيقة أهمية هذه الدولتين للعالم بأن يتم التوافق بينهما
والنظر إلى القضايا المصيرية المشتركة بينهما اتجاه العالم، وأن يسود الأمن والأمان بين هذه الدولتين ودول العالم. هناك ملفات حقيقة أخوي سعود كثيرة تم يعني الاتفاق عليها بشكل ولو مبدئي، وكذلك هناك ملفات شائكة وحقيقة لم يتم الاتفاق واضح، ومن خلال يعني عدم وجود مؤتمر صحفي بين الرئيسين. نعم. يعني هذا يبين السؤال ولو بشكل مبسط بأن هناك قضايا لم يتم الاتفاق عليها. نعم. تم الاتفاق حسب ما شفنا على قضايا مثل ليبيا وسوريا وإيران، وكذلك اختلاف حول حقوق الإنسان في روسيا وغيره. لذلك من المتوقع أن إدارة بايدن الجديدة تتجه إلى التهدئة ويعني مد يد التواصل والعلاقات المريحة حقيقة بين روسيا وبين أمريكا في الأيام القليلة القادمة. نعم. نعم دكتور، ذكرت قبل قليل عن عدم إجراء المؤتمر الصحفي، برأيك مع هذه المؤشرات الإيجابية التي ذكرتها الصحف، ماذا تستنتج من أن الرئيسين يعني لم يجمعهما مؤتمر صحفي موحد؟ نعم، أنا باعتقادي الشخصي بأن هناك يعني الدلالة بأنه هناك قضايا لم يتم الاتفاق عليها، لذلك لم يتم يعني مؤتمر صحفي موحد بين الرئيسين ومشترك. هذا دلدل على أنه هناك حقيقة وجود بعض القضايا التي تم عليها يعني نقاش ولم يصلوا إلى نتيجة معينة واختلاف. هناك قضايا تم الاتفاق عليها مثل عودة السفرة وحقيقة إيران وبرنامجها النووي، كذلك دعمهم لحقوق الإنسان في روسيا و أكثر من قضية اتجاه ذلك. ولذلك باعتقادي الشخصي مثل ما سألت أن هناك عدم اتفاق حول قضايا معينة اتجاه الرئيسين. نعم. والبلدين. نعم، إذن مشاهدينا قبل أن نتجه إلى صحيفة لومود نقف قليلا مع ضيفي في الاستوديو رسام الكاريكاتير محمد ثلاب. ماذا جهزتنا لنا هذا اليوم من رسمة كاريكاتير، وما فحوى الموضوع التي سوف تتحدث عنها اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم يعني بدايته يعني نتجه إلى الحياة الطبيعية، كاريكاتير تفائلي إن شاء الله راح يكون. نعم إن شاء الله حين أن تجهز الرسمة في ختام يعني الحلقة سوف نعود إليك مرة ثانية إن شاء الله. إذن مشاهدينا إلى موضوع مختلف نقرأه في صحيفة لوموند، ففي مقال للرأي كتبت تحت عنوان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بين شلل سياسي وتصورات جديدة، قالت إنه على الرغم من التحول في الرأي العام وانتهاء عهد نتنياهو بعد 12 عاما في السلطة، تظل معايير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما هي. الحرب الأخيرة في غزة لم تغير الوضع على الإطلاق، وتشير الصحيفة إلى ما سمته الغموض المطمئن للاحتلال اللامتناهي، موضحة بأنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن المياه لا تزال راكدة. يجب التمييز بين تطور الرأي العام وتوازن القوى بين تصور الصراع ومعاييره. لقد شهدنا للتو العديد من الظواهر المصاحبة حسب تعبير المقال. إذا دكتور، على الرغم من تغير في الرأي العام العالمي إزاء العدوان الإسرائيلي، ما زال الاحتلال يواصل التصعيد والاستفزاز، إلى أي حد سينقلب ذلك عليه في آخر المطاف؟ نعم، حقيقة أخوي سعود خلينا نتكلم بكل يعني صراحة وبكل وضوح. الواضح بأن الاحتلال لا يعطي أهمية للرأي العالمي أو المؤتمرات والصحفية والمؤتمرات الدولية وحتى الأمم المتحدة في قراراتها وشجبها للعدوان الإسرائيلي على غزة وضواحي فلسطين. حقيقة دل ذلك يدل على عدم جدية حقيقة هذه الآراء أو هذه المؤتمرات التي تمت، وأن الإسرائيليين غير جديين في أخذ ذلك على اعتبار. لذلك لا يهتمون الصهاينة حقيقة في على يعني الرأي العام بشكل عام، ولا يعني يعطون جدية أو اهتمام. لذلك يرون بأن مصلحتهم فوق كل
اعتبار وأن العالم غير جدي، ولذلك لا نرى حقيقة أي ظواهر عقابية على إسرائيل سواء من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كثير من الدول، بل رأينا كثير يعني إلى التطبيع وغيره. ولذلك من كان من الأهم إذا يعني كان في جدية في عقاب الاحتلال حول ما يدور من هجوم على غزة وضواحيها، بأن يتم هناك عدم يعني قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل حتى يعتبروا بأن العالم فعلا لديه موقف موحد اتجاه هذا العدوان. لذلك باعتقادي بأن لا يوجد مصداقية في الرأي العام الدولي حقيقة حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وأن الصهاينة يعني ماخذين الأمور بأريحية، وأن لا يوجد لديهم حقيقة عواقب أو عقاب من سواء مجلس الأمن أو كثير من الدول العالم. نعم. أيضا قالت صحيفة فورين بوليسي مشاهدين أن الرئيس الأمريكي يحتاج بشكل عاجل إلى إقناع أوروبا باختيار التعاون التكنولوجي بدلا من الاستقلالية، وقد كانت أوروبا في عقود سابقة تحاول أن تستقل تكنولوجيا عن السيطرة الأمريكية، واليوم أصبح السباق التكنولوجي مرة أخرى بعدا رئيسيا للقوة والمنافسة الأيديولوجية مع الذكاء الاصطناعي والرقائق والمنصات الرقمية وتدفق البيانات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية وغيرها. هذا الأسبوع بينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول رحلة له إلى أوروبا لحضور اجتماعات قمة مجموعة السبع وحلف الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجب على إدارته أن تجد طريقة للعمل مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من خلافاتهم لإعادة صياغة كيفية عمل العالم. تقترب أهم قوتي للتكنولوجيا الديمقراطية من الحوكمة الرقمية، تعلق الصحيفة. قالت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس فكرة إرسال أعداد من قوات الأمريكية مرة أخرى إلى الصومال، وتقوم الخطة على تدريب ومساعدة القوات الصومالية وإلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من البلاد. وفي تقرير أعده إريك شميت وتشارلي سافيج، قال فينا البنتاغون يعمل على تطوير مقترح يقضي بإرسال عدد من مدربي قوات العمليات الخاصة إلى الصومال للمساعدة في مواجهة حركة الشباب، المنظمة الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقالت الصحيفة أن رغبة عدد من صناع القرار العسكري العودة من جديد إلى الصومال يعطي صورة عن التحديات التي ستواجه البنتاغون لتقديم النصح إلى القوات الأفغانية عن بعد تنفيذ قرار الرئيس بايدن بسحب كامل للقوات الأمريكية وعددها 3500 جندي من أفغانستان في سبتمبر المقبل. فرنسا تدعو لاتخاذ قرارات شجاعة لتجاوز الخلافات في محادثات فيينا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015. وقالت المتحدثة باسم الوزارة في بيان: لابد من اتخاذ قرارات شجاعة سريعا لأن الوقت ليس في صالح أحد. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء إن أحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 يجب أن ينتظر لحين تشكيل حكومة إيرانية جديدة. إذن دكتور، نسأل كما تساءلت الصحيفة، هل برأيك سينتظر أحياء الاتفاق النووي إلى حين تشكل الحكومة الجديدة في إيران، وما تأثير ذلك على مستقبل المفاوضات؟ نعم، أنا باعتقادي أخوي سعود بأن هذا الاتفاق الذي حدث عام 2015 يعني تعرض إلى مطبات كثيرة، ولعل آخرها انسحاب الأمريكان من هذا الاتفاق وعودتهم مرة أخرى. نعم، باعتقادي بأن لن يتم يعني اتفاق إلا بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة حتى يأخذ مصداقية ومواثيق أكثر دقة. ولذلك اختلفوا كثيرا الدول الاتفاق حول بعض النقاط والأمور، بحيث أرى الأمريكان والروس بأن هناك تقدم، كذلك الإيرانيين شككوا في هذا التقدم وأن يحتاجون إلى مزيد من الوقت خاصة لتشكيل الحكومة القادمة
والصينيون في نفس يعني الامر راوا بانه على الامريكان وعلى العالم بان يرفع العقوبات عن ايران حتى يتمكن من تنفيذ ذلك الاتفاق في الايام القادمه. ولذلك وبرايي الشخصي بانه لن يتم يعني اتفاق الا بعد حدوث او تشكيل سوري الحكومه القادمه، وحتى بعد تشكيل الحكومه اعتقد بانه سوف يمر في يعني مقاط كبير حتى يتم اغراره بالشكل الصحيح والاتفاق حول هذا الاتفاق الذي حدث في عام 2015. نعم، اذا مشاهدينا وصلنا واياكم الى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم مشاهدينا من صحيفه الدستور يحمل عنوان تسليع الثقافة بقلم هاشم المجالي، يقول فيه أن الجميع يعلم ما حققته ثورة التكنولوجيا من أساليب وطرق لكافة أشكال التواصل الجماهيري الذي أدى إلى استغلالها واستثمارها من قبل العديد من الجهات من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ولقد ظهرت هناك ما يسمى بصناعة الثقافة التي تهدف إلى تحقيق الربح من خلال إنتاج وتوزيع المنتجات الثقافية، كذلك تسليع الثقافة الذي يؤدي إلى تغيير مفهوم الثقافة نفسها لتتحول إلى وسيط هام للسيطرة الأيديولوجية. ويعتقد الكاتب أنه مع التقدم التقني وما يرتبط به من مواد إنتاجية، أفلام أو منصات تعارف وتواصل ودعايات وغيرها، هيمنت على كثير من المجتمعات وأصبحت تتلاعب بالبشر حتى بالألعاب الإلكترونية للصغار والكبار وما يتندسه داخلها من أفكار مختلفة تتلاعب بالعقول والقيم والمبادئ المجتمعية، وكأنهم يريدون توصيل رسالة تحرير البشر من العبودية سواء الأسرية أو المجتمعية أو التعليمية وتغيير المفاهيم السائدة في المجتمعات كما ذكر الكاتب. إذن مشاهدينا بعد الفاصل اتجه إلى ضيفي في الاستوديو محمد ثلاب لنرى كاريكاتير اليوم. إذن بالعودة مشاهدينا إلى ضيفي محمد ثلاب، يبدو أن رسمة كاريكاتير اليوم بدت جاهزة وواضحة، لو نتحدث عنها قليلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير مثل ما نشوفه على الشاشة عودة الحياة الطبيعية بحذر، طبعا هناك في أمور يجب أن يعني نتبعها لسلامة المواطنين، من لبس الكمام، من الاهتمام بالتقيد بالصحة يعني واتباع الإرشادات الصحية. فنلاحظ أن ما نقدر أن نوصل إلى الحياة الطبيعية إلا بهذه الأمور وبحذر، وأن احنا يعني نحاول أن احنا نعود للحياة الطبيعية بشكل أفضل مثل ما نشوف. نعم، الالتزام التام طبعاً هو ما يشكل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع عفوا. أيضا يعني نتجه إلى ضيفي المحلل السياسي دكتور عبد الله المطيري، تعليقك حول هذا الكاريكاتير. حقيقة أخوي سعود أنا متفائل دائما في الأخ محمد ثلاب، هذا الفنان حقيقة التشكيل الرائع والذي إن شاء الله تكون رسمة إن شاء الله قريبة للحقيقة في الأيام القادمة بإذن الله، وهذا ما نراه إن شاء الله من عودة حياة طبيعية، خاصة أن رأينا بين دول العالم حقيقة أعلنت أمريكا أمس احتفالات في نهاية فيروس كورونا، وكذلك فرنسا كذلك خففت وألغت الكمامات وغيرها من الدول الكثيرة. لذلك نرى إن شاء الله بأنه في الأيام القليلة القادمة انفراج كبير لهذا الفيروس مع العودة بحذر. نعم. إن شاء الله، وأن يتم الله على الجميع الصحة والسلامة والأمن والأمان. نعم، إذن بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا إلى الختام. ما يسعدني أن أشكر ضيفي المحلل السياسي الدكتور عبد الله سعود المطيري، شكرا جزيلا لك. العفو. أيضا الشكر لضيفي في الاستوديو رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، يعطيك العافية على هذا الرسم الجميل. شكرا، يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا وصلنا وياكم إلى الختام، نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم في حلقة جديدة من ماشية الصحافة. إلى اللقاء.